لا شك انه فوزنا على الارجنتين، مباراة الارجنتين تحديدا هي كانت مفاجأة كبيرة، واللي يقول عكس ذلك يغالط الحقيقة، كلنا فرحنا فيها ولكنها تبقى مفاجأة. المفاجأة لا يقاس عليها بالتأكيد، ولكن يبنى عليها. اللي حدث اننا بدلا من ان نبني عليها نمنى عليها. قبل 4 شهور تقريبا في مقدم برامج شهير والكل مشغول بقضايا الدوري وبقضايا الأندية، ظهر وذكر جملة مهمة جدا: يا جماعة في كيان منسي اللي هو المنتخب السعودي. عرفت الشخص هذا؟ عرفت المقدم هذا؟ قال يا جماعة في كيان، في شيء مهم جدا ناسينه، ما جابوا له مدرب. ظهر وقتها رئيس الاتحاد وبعض المسؤولين في الاتحاد السعودي انه ما زال بدري. اللي يقول بدري ما بدي اجهله، ولكن بختار جملة بسيطة والله، انه بكل امانة يعني خطأ كبير جدا انك تقول بدري، خاصة منتخب مثل المنتخب السعودي وهو في فترة انتقالية، جيل ينتهي وانت في عملية احلال وتبديل ستبدأ. ما فكرت في هذا؟ الفترة الانتقالية هذه تحتاج ترى إلى خبراء، تحتاج إلى ناس فاهمة في كرة القدم، فهم شديد جدا. للأسف ناموا كما ذكرت، تأخروا في إحضار المدرب، والآن اللي نشوفه الآن ما يحدث من مانشين الآن له كل العذر. ما هو لو الحصة التدريبية اللي دربها المنتخب يمكن لا تعدى أصابع اليد في الفترتين التوقفين الفيفا، وبالتالي شاهد هذا المستوى. مدرب جاي، ويمكن ذكرت انا اذكره بوجود لما تكلمنا، يمكن سالت انا سؤال مره في احد الحلقات قبل شهور: كيف تبغوا المدرب وكيف يكون المدرب القادم؟ يمكن ذكرت قلت ليس مهما ان يكون مدرب اسم كبير، وانا اعرف انه كانوا يدوروا على اسم كبير. الاسم الكبير هذا ايش خصائصه؟ ايش فكره؟ ايش شخصيته؟ هنا المهم، مش تجيب كبير وخلاص. المدرب الكبير دائما جمله مهمه جدا: داخل في الربح خارج في الخساره. بمعنى لو خسرت حيقول لك يا اخي الكره السعوديه فيها ضعف، ما فيها لاعبين، ما فيها كذا، انا مدرب كبير، انا مدرب ايطاليا. لو فاز المنتخب مانشيني مدرب كبير، وهكذا. احنا اخاف ان نصل الى هذا، وهذا ما لا نتمناه، يمكن حصل قبل كذا مع ريكارد. الان الحادث في المنتخب السعودي لما نتكلم تاخرنا، شوف كلمه متاخرين. كاس العالم ان شاء الله اللي سيستضيف المنتخب السعودي الكره السعوديه ان شاء الله المملكه العربيه السعوديه 34، احنا في 2023. لو سالت ناس ما لهم في الكوره حيقول لك بدري. لا مش بدري، 11 سنه ترى مش بدري عشان تبني منتخب قوي ل 34، ما بالك احنا نفكر الان في اسيا وفي المشكله انك قاعدين نفكر في اسيا. لهذا احنا قاعدين مصرين على نفس المجموعه اللي فوق، اللاعبين جيل انتهى، جيل اسطوري، جيل له كل الشكر والتقدير. مع احترامي الموجودين الان، لا يبقى الا سالم الدوسري كلاعب فوق ال30، وحارس المرمى ممكن العويس، الباقي كله يجب التغيير. لاعب مثل مصعب الجويرة الان عمره 20 سنه، في عام 34 حيكون عمره 31 سنه. منتخب الناشئين السعودي 17 سنه صحيح؟ بعد 11 سنه اعمارهم كم؟ 27 28. هذا اللي تشتغل عليه، مش طالع تحت رجلك كاس اسيا الان قاعد تلاعب لاعبين كبار في السن، لاعبين مستهلكين، لاعبين منتهين خلاص في الدروب، نازلين على تحت في الكيرف على النازل. انت حتخسر كاس اسيا وحتخسر وقت ولن تبني منتخب قوي. اذا في الفتره الحاليه ما حتكلم في مدرب، نحتاج في الاتحاد السعودي الى خبراء يقودوا هذه المرحله الانتقاليه، قياده حكيمه وقياده فنيه من طراز عالي. اخر جمله بقولها، والمباراة شغالة، مباراة أمس المنتخب السعودي، أطالع في المدرج ما شاء الله موجود أمين عام الاتحاد السعودي، ألف باء في الإدارة، الأمين العام مكانه المكاتب وليس الملاعب.